Gracias. Tiene la palabra el Servicio Internacional para Derechos Humanos para una declaración conjunta. أنا الأستاذ الجامعي والمدافع عن حقوق الإنسان والنقابي قدور شويشة. منعتني السلطات من السفر في 2022 للمشاركة في اجتماعات حول المراجعة الدورية الشاملة للجزائر، تعاملات تصنف كأعمال التخويف والانتقام. في الفترة التي سبقت المراجعة الدورية الشاملة، وبدلا من أن يتم التشاور البناء مع المجتمع المدني، لجأت السلطات إلى تعليق وحل الأحزاب والجمعيات، من ضمنها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي كنت أنتمي إليها. لا ننسى أن قرار الحل أخذ بدون نقاش معارضة، حيث علمنا أنه تم حل الجمعية بعد عدة أشهر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أنا وزوجتي مستهدفين باتهامات بالمساس بأمن الدولة، ونواجه محاكمة تعسفية على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب استنادا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الذي لا تتناسب مع القانون الدولي، ويتم استخدامها بشكل متزايد بحق النشطاء السلميين والصحفيين، كما عدلت الجزائر القانون النقابي لتقييد النشاط النقابي. واليوم نتأسف لأن الجزائر لم تتبنى العديد من التوصيات المهمة، وعلى وجه الخصوص تعديل قانون مكافحة الإرهاب وضمان حماية الحقوق الأساسية من ضمنها التعبير والتجمع السلمي. نطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح كافة المواطنين المستهدفين بسبب ممارسة حريتهم الأساسية، وإسقاط الاتهامات الموجهة لهم، إلغاء القرار التعسفي بحل جمعيات المجتمع المدني وضمان حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أخذ التدابير اللازمة لإنهاء الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، من ضمنها حظر السفر وضمان حقهم في التعاون مع الأمم المتحدة بدون أعمال تهديد وانتقام. شكراً.